السلام عليكم. اليوم نروح الولاية تاع تبسة لنقف على الأشغال تاع التهيئة الخارجية أو التهيئة الحضارية. مفروض نقول نستعمل كلمة حضارية في هذه الحالات لأنها تخص الوسط تاع المدينة، لكن حسب الصور اللي عندنا لا ترقى إلى هذا يعني الوصف. المهم ان شاء الله يكون فيه تحسين للمحيط الحضاري للمدن تاعنا بصفه عامه. اترككم تتابعون الاشغال هذه، والسلام عليكم.